هما عالم الطفولة مثل ما تابعنا يا سلمى، ودائما بالمراحل الأولى من تكوين شخصية الطفل بتكون الأم هي واقعة بين مسارين، إما تكون شخصية الطفل هي انطوائية أو شخصية اجتماعية متفاعلة مع المحيط. ولكن السؤال، كيف فيها الأم إنه تروح للخيار الثاني، وشو هي الخطوات لحتى تخلي الطفل أكثر يكون اجتماعي ومنضبط وعنده مهارات معينة لحتى يعززوا الأهل هالشي، وحتى نطلع أكثر كيف نبعد عن تربية الأطفال بشكل انطوائي؟ رح نناقش هذا الموضوع ضمن فقرتنا لليوم مع سهى أحمد، أخصائية تعلم نفس. أهلا وسهلا فيك سهى، أهلين، صباح الخير. صباح النور. هلا، يسعد صباحك سهى. صباحك، كيفكم؟ تمام تمام بهالبردات غير شكل. تمام. بداية خلينا نبلش سهى ونقول نحن عندنا عدة شخصيات للأطفال، الشخصية الانطوائية اللي هي بتهرب منها الأم، وعندنا الشخصية اللي هي الاجتماعية أو اللي خلينا نقول ماشية بالمسار الصح. كيف فيها تعرف الأم وتتلمس إذا كان ابنها ضمن الشخصية الانطوائية ولا لا، هو ماشي بمساره التربوي الصحيح؟ على الشخصية الانطوائية، هي كانطواء على الكبير والصغير وكافة الأعمار. بالطفل نحن بنبين معانا من عمر السنتين لكافة مراحل العمر، أو السنتين أو 3 سنين. نحن بنميز الشخصية الانطوائية من الاجتماعية. الانطوائية أكيد نتيجة تنشئة اجتماعية، يعني نتيجة العلاقات الأسرة داخل المنزل، الوالدين، الأولاد، العلاقات، الأقران، التفاعل. من هون نحن بنحدد كيف اذا شخصيه انطوائيه ولا اجتماعيه. طبعا هو كله بيرجع للاسره وتنشئتها، وقلنا بعمر السنتين او 3 سنين نحن ممكن هون نكتشف هذا الشيء عند هذا الطفل. الشخصيه الانطوائيه دائما هي نحن بنقول عنه منعزل، ونحن هون لازم نفرق دائما بين العزله الاجتماعيه والتوحد. كثير نحن بنخلط فيها كمصطلح عامه انه هي متوحد مع حالك. لا، ما انك متوحد. المتوحد هو خلل جيني وراثي، بيكون في صبغيات قصص هي إلى اختصاصي فيها. والانعزال الاجتماعي هو نتيجة تنشئة الأسرة، كيف العادات الاجتماعية، الاتصال، الأصدقاء، الأقران، اللي مجايلة الطفل أكبر أصغر. هون نحن من هذا كله بدنا نراعي، فهي الانطوائية على الاجتماعية. نعم سهى، كثير بنلاقي من الأطفال هن بيكونوا مثلا بالبيت كثير عندهم حركة، كثير متفاعلين مع أهل البيت، ولكن بس يجي حدا غريب بصيروا حدا منطوي أو منعزل، أو ما بعرف شو هو المصطلح الصحيح، بس بصيروا أقل تفاعل، وبصيروا يمكن عندهم نوع من الشراسة والانطواء، إنه ما حدا يقرب علي، ما حدا يحكيني. حتى ملامس هذا الشيء على أرض الواقع كمان برات البيت، يعني مع الناس الغريبين بيكون حدا مختلف عن حالته بالبيت. إيه، هلأ أحيانا لما حسب الضيف، لما بده يفوت على البيت إذا محبوب من قبل الأهل او مكره، لانه الطفل هو مثل الورقه البيضاء، شو بيحكوا الاهل بين بعضهم، الاب والام، بيسجل الطفل. فمثلا اذا الاب والام والله نحن هاد بنحبه، فالولد بيحبه انه هاد اهلي بيحبوه، فانا رح احبه لعمه او لخالته. تمام. فالشخص كمان هو كيف قربه من الطفل. هلا دائما الطفل عنده احساس بالاخر اكثر من المراهق او الكبير، يعني بحس اذا هاد بحبه ولا لا، هاد من نظره عينه. مثلا اذا بدك تتقربي منه كضيف انت فاتي، فبتجيبي معك شوكولا، مارشميلو، لعبه، فانت مشان تجذبيه لعندك لهذا الطفل. هذا الاساس بحب بيبني انه انت شخص كثير لطيف وكثير حباب ومحب. هي فكره الطفل والضيوف اللي بتجي لعندهم. وبيعتمد على الاهل وكيف هنن بيوردوا فكره وجوده، اذا محبب ولا غير محبب. أكيد. يعني سهى كمان خلينا نحكي شوي عن الطباع اللي بيكتسبها الطفل، ممكن تأثر على سلوكه بعادات مثل الانطوائية أو العزلة أو إلى غيره. يعني في مثلا بيقولوا لك هذا الطفل خجول، هل الخجل يعتبر جزء من الانطوائية ولا لا؟ لازم نميز بين صفة مكتسبة عند الطفل موجودة هي ممكن تنمى معه وما تأثر على علاقاته الاجتماعية، وبين لا، صفة هي ممكن فعلا تأثر وتصير طبع، هاي الخجل يتحول لانطوائية. هلا الخجل نحن كفكره ما فينا نقول فطري او مكتسب. اي شخص او فرد بالحياه عنده شيء من الحياء،
فهذا يا اما بتعززيه باسلوب محبب يا اما بيصير سلبي بالنسبه للطفل او للاشخاص. الخجل احيانا بيكون من الاب والام، احيانا في كثير اهالي عندهم حياء بالعلاقات الاجتماعيه او مو منعزلين بس عندهم كثير يعني ما في انفتاح، ما في ذكاء اجتماعي. تمام، فالطفل هون بيتلقن من اهله انه انا اهلي هيك ماشيين على رتم معين انا بدي اصير مثلهم، بينما لما بتشوفي في اهل الاب والام كثير جريئين بالحياه الاجتماعيه، كثير عندهم علاقات، كثير عندهم اصدقاء، عندهم حوار كثير قوي بحواراتهم ومناقشاتهم، فهو هون بيتلقن منهم، فانه بيصير هون بيقولوا لك الشخصيه القياديه للطفل، فهو نابعه من الاهل. نعم، فبيكون هو سريع البديهة، قادر للتفاعل مع أقران بأي جيل، بيحكي معهم، بيفتح حديث غير أطفال تانين، بيشاركهم ألعابهم قصصهم، أنه تعال لورجيك أنا شو عندي لعبة وليك بابا جاب لي هي، تعال أحكي لك، أو مثلا كتاب مصور أو أي شيء، فهو راجع للأهل. نعم، سهى كمان أيضا بنشوف كتير حالات من الأطفال وخاصة بالمدرسة بأول دخولهم أو ببداية أي عام دراسي بتلاقيهم قليلين المشاركة أو ما بيشاركوا أبدا، هذا الشيء بيأثر أو خجلهم أو انطوائيتهم بالمدرسة بيأثر على علاماتهم وعلى التفوق تبعهم، هاي الحالة شو بنسميها وكيفية معالجتها لهي الحالة؟ هلا لما بيكون نحن عندنا طفل بالمدرسه منعزل او ما بيشارك، نحن دغري بنستدعي اولياء الامور، اي معروفه بنظام المدارس يعني، فنحن بنشوف الاهل، بنشوف نحن كيف علاقتهم الاجتماعيه مع بعض، احيانا بيكون الاب كثير فارض سيطرته بالبيت فبيعمل مخاوف للطفل فما بيصير يبدي على رايه، فنحن اهم شيء نحن لازم انه يكون في علاقه قويه بين الاب والام قائمة على الحوار والمناقشة مشان نحن نعزز الثقة بنفسه للطفل، مشان انه هو يتجرأ ما يخاف، لانه احيانا مثلا اذا كان الاب كثير قاسي او الام او مثلا هي دلالة زايد بيعكس سلبي او ايجابي، مثلا بيعكس سلبي انه هو بيصير تحت جناحها، نحن بنقول له انه تحت جناحها يعني ابنها تحت جناحها، فشو ابنك تحت جناحك؟ لازم تخليه جريء، لازم تخليه مثلا حتى بالحصة الدرسية يشارك حتى لو هو غلط، نحن لانه الغلط هو اللي بيعلم تصير انه صح. فنحن بنطلب الاولياء الامور بنوجههم بنشوفهم نحن اذا هنن في عندهم مشكله فالتوجيه بيكون لإلهم مشان هنن يوجهوا طفلهم، لانه الطفل صح انه المدرسه بيته الثاني بس التوجيه الاول والاساسي من الاهل، يعني لازم يكون علاقتهم كثير قويه، ونحن دائما بكل حلقاتنا بنحكي على الاب والام، على الاب والام لانه هن الاساس من كل شيء. هن الاساس. طيب حكينا ببدايه الفقره وقلتي انه الطفل بيعتبر ابوه وامه مرايته، يعني شو بيشوف بالبيت بينعكس هذا الشيء على تصرفاته. اليوم بعض الاهل كمان بيروحوا للمبالغه، يعني الطفل بينحرم من جزء من طفولته لحتى يضل مرافق اهله ويتعلم منهم، فبتلاقيه مثلا بتروح منه كثير قصص ينبسط فيها، يعيش فيها، يحس فيها، اما بينزل من بكير كثير على الشغل لحتى يتعلم انه يصير رجال، او انه اذا بتضل تقعد كثير مع الام اذا عندها مشاوير او كذا فبتصير تحسيها مثل ما بيقولوا نسوان نسوان على الصغير. كمان خلينا نحط هيك الحدود الصغيره، ايمت وبشو لازم يرافقوني اولادي بالعموم وباي سن، مو ضد انه يشتغل ومو ضد انه تروح مع امها مشاوير، بس شو السن اللي لازم يبلشوا فيها من زراعه هي المفاهيم وانه يتعلموا منهم ويقلدوهم؟ هلا دائما نحن قلت لك من 3 سنين وما فوق ببلش الطفل، ببلش عنده النطق، ببلش عنده تركيب الجمل، ببلش عنده مفردات مصطلحات، فهون هو انت شو بتلقنيه مفردات. في اهالي كثير واعين او امهات، فالطفل دائما هو منحاز لجهه الام لانه بيعتبرها هي الملجا له، فهي شو بتلقنه مصطلحات ومفردات بيركب بيصير عنده كم هائل بيفرضهم بمجتمع. فانت هون شو مثلا هاد حباب، انت بيكون اخذه منك هاد حباب، بس حباب كيف يعني؟ حباب انه لانه منيح معك، مو انه حباب انه انت تصير قلبك طيب وما تمشي بالدنيا. تمام، البنت دائما مثلا مترافقه مع امها، حلو تعزز لها فكره الانثى بس ما تحرمها من طفولتها. تمام، فهلا صاير الفكره انه هنن عم يعززوا فكره الانثى من هي وصف سادس، طب لا لسه في كثير عندها مرحله مراهقه، بتدور على المكياج وعلى اللبس، عندها مرحله مراهقه، في عندها مراحل كثير حلوه لازم تعيشها، وانا ضد انه في الصف الاول للسادس هي مرحله طفوله، طفولة طفل لازم يعيشها كان الصبي ولا البنت بكل مراحلها، يعني بحاجياتهم حتى لعبه، يعني هلا يعني نحن صبايا بتحسي في عندك شيء مخصص لك من انت وصغيره، هذا رفيقك بمراحل العمر الكبر، بينما في بنات عم تشوفيهم عم تكون رفيقتها المرايه،
رفيقتها الحمراء رفيقتها المانيكير انه انت حلوه تعملي لها ساعه لإلك انه تخصص انه هي هيك، بس انت لما انا تكبري بعمل لك، مو تاهليه لانه انت مؤهله لتصيري ست بيت او انثى. في عندها ممكن يعني عم يطلع كادر تعليمي مرعب من البنات والشباب، فحلو نحن نعزز لهم هذا الشيء بالمقابل ما نحرمهم طفولتهم. في كثير عالم كبار انه انا ايه انا انحرمت بطفولتي انه انا مثلا اروح العب سياره انا عامله. تمام، الطفل عنده ابداع وخيال كثير، فلما بتعطيه ورقه وقلم يعني شوف شو بيطلع منه. تماما، بس انه رسم شوف شو بيطلع منه شيء تشكيلي. يعني خلينا نحكي بهذا السياق، هلا بنشوف نحن اي ام بسبب مشاغل الحياه والظروف وهيك ماسكه ابنها الايباد الموبايل وقاعد كل الوقت، حتى بحاله الابتدائي والاعدادي المراهقه دائما بتلاقي الانطوائيه خلص راسي بالموبايل وانا ماني شايف الجو المحيط اللي حوالي، ماني قادر اني انا اندمج مع مجتمع فيس تو فيس، دائما من وراء الشاشه. وعم نلاحظ بجيل جديد انه هو ما فيه يقول لك مرحبا كيفك شو اخبارك، بيقول لك مرحبا، ممكن يقول لك اياها على الموبايل او يعبر لك من خلال المسجات، يعني حتى الترحيب او الكلام البسيط ما بيقدر يعبر عنه. خلينا نحكي عن انطوائيه التكنولوجيا وتطورها. التكنولوجيا طبعا كثير يعني قد ما انا منيحه قد ما انا سيئه بعلاقاتنا الاجتماعيه، نحن اخذناها بمفهوم كثير غلط. هلا بحالات صارت وسيله كثير حلوه انت تتواصلي مع الاشخاص، بس انا ضد يعني لعمر معين يعني بهي المرحله عم اقول لك عليه ممكن تخصصي له ساعه مشان انت ما تحرمي من هي التكنولوجيا وهذا الفكر اللي عم يجي جديد علينا، بس مو انت يعني انه هو يفتل مثلا قلب على مثلا طلع له مقطع يفتل الثاني ما بتعرف شو عم يطلع له، فهون كثير بياثر عليه. وانا حكيت من قبل انه في كثير عم يجي اعلانات باليوتيوب عم بيضغط عليها الطفل فعم تطلع عم تشكل له رده فعل، فانت بده يكون تحت مراقبتك او انت ممكن تحملي له اياه على سي دي انت تخصصي له هذا، مو يحمله للموبايل وهو يقلب لانه ما بيعرف شو عم يقلب. ممكن هلا في امهات كثير بخصصوا بنهار ساعه مصطلحات مثلا انجلش، طب اوكي يلا انت عم تفيدك هيك تطوير مهارات هي، بس انه انت والله عندك تعزيله عندك تنظيفه سفقتي ساعتين للولد على عم يوتيوب يوتيوب، ما انت لازم تشوفي شو عم يحضر شو عم يعمل. تماما، عم يجي يسالك سؤال انت ما عم تعرفي تجاوبي عنه، بتلاقي هلا على قطع الكهرباء بتلاقي حاطه بالشاحن للموبايل او للايب وقاعد هيك عشان يوصل من الشاحن يوصل على الفيش مثلا. ما بيصير حتى القعده غلط، هذا ما له حرمان، هذا التكنولوجيا لما انت تحرميه هذا لا تخافي انه حرمان. الحرمان لما بيكون حرمان معنوي حرمان عاطفي حرمان تربوي، هذا اللي بيأثر على تكوين الشخصية الاجتماعية. هذا الطفل بدك تأسسيه بدك تفرديه بالمجتمع، هذا انت هو مبدع تكنولوجيا من خلف الشاشة مبدع شاطر عبقري، بس هو تاي قاعدي بين البشر يعني صح. لما بتقعدي شخص انا دائما انه انا حاكيني عيني بعينك مشان انا ضل تركيزي معك، العين مغرفة الكلام حتى للطفل الصغير، يعني لما بيتواصل معك طفل عينك بعينه، لما انت بتجيبي مثلا العاب المكعبات المعجون انت يعني انا احيانا بتجيبي المعجونه انت كشخص كبير بتفرغ لك شحنات، فكيف طفل؟ فهدول معلش ما نحن ما نستغني عنهم، هدول القصص البسيطه اللي كانت من زمان ما علينا نرجع نكررها نعيدها باسلوب محبب وجديد حلو وبيحبه الطفل، بيحب الالوان بيحب انه انت تكوني معه تشاركيه. لازم تعلميه انه لعب بدن ثاني، ما تكوني انانيه، الطفل ما لازم نعلمه يكون اناني. مثلا احيانا لما الام بتقول لك انا مدللته، لا دللي، بس لا تدللي سلبي وايجابي، لا تدللي ليصير اناني او ليصير كثير خجول ما بفي يمشي من دونك، دللي وسطيا انه هو يتاقلم مع اي فئه عمريه. هو الحد الوسط يمكن دائما نحن بنحاول نحكي عليه وننبه بين الدلال وبين العقوبه وبين كل شيء وكل شيء، دائما الوسط تعزيز احسن شيء. دائما تعزيز تماماً. هو في تعزيز سلبي تعزيز ايجابي كل واحد له منحه ثانيه يعني لأيه. اكيد. سهى بختام حديثنا يمكن هيك ابرز النصائح اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل ام عم بتتابعنا. بعده كثير عن التكنولوجيا ساعة بالنهار إذا بدهم، ما يقسوا عليهم بالحكي، ما يعايروهم بأفراد جيلهم بأقرانهم إنه هذا أحسن منك وهذا أحسن، لا هو شوفي شو الجانب المنيح عنده، ممكن يكون ذكي رياضيات ذكي بالإنجليزي ذكي بالعلوم ذكي بالرسم، دائما نمي مواهب، أعطيه وقت أنت فضيله تاخديه على معاهد كورسات، ما في إمكانية أنت جيبي له على البيت خلقي له جو لقي له، حددي له مساحة حددي له وقت. الطفل متى ما تعطيه وقت محدد بحياته اليومية كتير بيتعود، لما بتعوديه ينام الساعة 8 بينام الساعة 8، لما بتعوديه انه انت عندك ضيف انت بتلتهى بلعبك انت بتطلي عليه، ما تعودي ما تقعدي مع كبار ما تلغي له طفولته،
يعني حرام أكيد. لانه عم يوصل لعمر ال 25 30 ما انه عايش طفوله، ما انه عايش مراهقه، ما هي انه قعده الكبار انا ما بحبها ابدا للطفل. اهم شيء يمكن عندنا بالبلد يعني برغم كل شيء في دورات كثير منيحه، موسيقى، رسم، كتير رياضه، المراكز الثقافيه عم تعمل باسعار مجانيه كثير كرمال يجيبوا هدول الاطفال لعندهم، انه انت في امكانيه تجيب طفلك بس انت اعطي وقت، اطلعي من الفيس، اطلعي من الجروبات، اطلعي من الجروبات. مو سهى بدنا نتشكرك كثير، شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك. شكرا لك.